مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سالت أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في عموم مناطق المملكة بالتزامن مع تراجع واضح في رياح البوارح في المنطقة الشرقية، وأيضا بعض التشكلات الرعدية التي حدثت في المرتفعات الجنوبية الغربية. نبدأ نشرتنا باستعراض تفاصيل الرياح ورياح البوارح المتوقعة خلال يوم الجمعة وأيضا خلال اليومين القادمين. يوم الجمعة هبت هذه الرياح رياح البوارح بشكل معتدل، نشطت أحيانا خلال ساعات الظهيرة والعصر، لكن لم تكن بنفس القوة التي شهدتها خلال يوم أمس، عملت على إثارة الأتربة والغبار. يوم السبت تراجع واضح على رياح البوارح لتكون معتدلة الشدة بشكل عام، أيضا تعمل على إثارة الأتربة والغبار في بعض النطاقات خاصة في شرق حفر الباطن وأيضا الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية. يوم الأحد المزيد من التراجع على رياح البوارح تصبح بشكل عام خفيفة إلى معتدلة السرعة. هذه الرياح أيضا تكون متزامنة مع بعض التشكلات الرعدية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر. نذهب الآن للعاصمة الرياضة والتوقعات الجوية لهذه الليلة. حتى السود أجواء صافية مع 27 درجة مئوية، الملموسة 26، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياضة والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم السبت طقس صافي 43 إلى 29 درجة مئوية، يوم الأحد 44 إلى 29، المزيد من الارتفاع يوم الاثنين 45 إلى 31 درجة مئوية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية. نبدأها من تبوك 39 إلى 25 درجة مئوية، سكاكا 40 إلى 28، وعرعر 41 إلى 26 درجة مئوية. نذهب الآن لمدينة جدة، رياح نشطة مع 35 إلى 31، المدينة المنورة 43 إلى 31، مكة المكرمة 43 إلى 33، الطائف 34 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة، أبها زخات رعدية من الأمطار 31 إلى 21، الباحة 31 إلى 21 أيضا مع زخات رعدية من الأمطار، وجازان 37 إلى 32 درجة مئوية. نذهب الآن شرقا نحو الدمام 40 إلى 31 مع رياح نشطة، حفر الباطن تراجع واضح في رياح البوارح مع طقس صافي 43 إلى 28، والإحساء طقس حار 45 إلى 30 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى، حائل طقس صافي 39 إلى 29، بريدة 32 إلى 27، والعاصمة الرياض طقس صافي مع 43 إلى 29 درجة مئوية. إلى اللقاء.